يقول أحدهم: كنت أظن أن من أسوأ الأشياء في الحياة أن تكون وحيداً رغم زحمتها بالبشر، ولكن تبين أن أسوأ شيء في الحياة هو أن ينتهي بك الأمر مع أشخاص تشعر معهم بالوحدة، أشخاص يجعلونك تندم على خياراتك، على قراراتك، وحتى على كل حياتك. ولكن تذكر أنك في هذه الحياة قد تلتقي بأشخاص بعضهم نعمة وبعضهم درس، فحافظ على النعمة وتعلم من الدرس، واعلم أن أعظم أخطائك هي التي لا تتعلم منها شيئا. لا تندم بل تعلم، وإلى الأمام امضي وتقدم، ومع الحياة وصعوباتها تعايش وتأقلم.